جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل يحلف بالطلاق وهو صادق، وآخر يحلف بالطلاق ولكن على كذب، وثالث يحلف بالطلاق على فعل شيء ولا يفعل، ما حكم كل واحد منهم؟ افتونا مأجورين. نحن نجيب عن الناحية الأولى وهي حكم الحلف بالطلاق. هذا أمر لا يجوز لما فيه من الإحراجات ومن الآثار السيئة فيما بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله. ثم على الحالف بالله أن يصدق، على الحالف بالله أن يصدق، ولا يجوز الحلف على الكذب، أن هذه صفة منافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، والعياذ بالله. وهذا من التساهل باليمين. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فالحلف يكون بالله عز وجل. وأما قضية ما لا يلزمهم فهذه إذا وقع شيء لأحد من هذه الأمور فليسأل أهل العلم. نعم.